كل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني معاكم رضوى جلال وحلقه جديده. وطبعا زي ما انتوا شفتوا وفاجأتوا وتفاجأتم انا هتكلم على رجيم الشوكولاته. طبعا من منا من النساء، يعني احنا كل نساء العالم الحمد لله اجتمعنا على حب الشوكولاته بشكل جنوني. يعني بصي انت مجرد بس انا اقول لك الكلمه شوكولاته انت اصلا خلاص بتبقي يعني اللي هو ايه اتمزجتي. طبعا في اكسبشنز يعني، بس هتلاقي دايما لما بتحب الشوكولاته بتحب حلويات تانية، يعني هي عندها حاجه تانية سر هي بتحبه جدا. بس انا اعترف انا من الناس اللي فعلا لو ما اكلتش كل يوم شوكولاته ممكن فعلا ابقى حاسه بضيق وزعل وببقى متنرفزه ومتعصبه وزعلانه ومكتئبه ومش عارفه ليه. مجرد ما شاء الله اكل حبه شوكولاته يعني احس بسعاده فظيعه. فمن زمان يعني من تقريبا من ثانوي وانا ملاحظه موضوع الشوكولاته معايا ظابط جدا. ده مش بس كده، ده حتى القهوه لما بروح مثلا ستاربكس او اي كافيه بطلب موكا يكون فيها دوز شوكولاته، خاصه الموكا الجميل فيها ان الشوكليت بتبقى شوكليت بيور، يعني مش مخلوطه بسكر مع القهوه، بيبقى فيها سكر طبعا بسيط بس بيبقى طعم الشوكليت طبيعي. جربوها موكا بتاعت ستاربكس هتدعولي. طيب عامه يعني بشكل عام البنات بتعشق الشوكولاته والبنات عايزه تخس. اغلب البنات دلوقتي عندهم مشكله زياده الوزن، او خاصه كمان لو واحده اتجوزت وخلفت وهكذا، فبتبقى بين نارين بين ان هي محتاجه تاخد حلويات ودوز من السعاده بصراحه، يعني خلينا واقعيين، وبين ان هي عايزه تخس. وفي كتير من البنات اللي متابعيني على الانستجرام رضوى جلال اوفيشال، اللي مش عندي يعمل لي فولو يعني ما ينفعش خالص، يعني انا ستوري يوميه بوستات ولبس وكل حاجه فهتتبسطي. بيلاحظوا ان انا تقريبا باكل كل يوم حلويات ومتنوعه، يعني ساعات شوكولاته ساعات سينابون ساعات تورته ساعات حاجات كتير، ومستغربين ان انا يعني الحمد لله يا محافظه على وزني يا بنزل. ففي اسرار، في اسرار اللي خلتني كده، وده اللي هحاول اشاركه معاكم جزء النهارده وجزء في حلقات جايه كتير قوي عن مواضيع الخسسان والرشاقه وازاي تخلي شكل جسمك متقسم من الاخر. فلو انت مش معايا في القناه اعملي سبسكرايب دلوقتي عشان ما يفوتكيش، واعملي لايك للفيديو ده لانه ده بيفرق معايا وبيفرق طبعا في القناه بشكل عام. طيب طبعا احنا بنحب الشوكولاته وبنحب الحلويات وبنحب السكر، والسكر يعني بيسعد اللسان وبيسعد الدماغ، وده بيؤدي ان الانسان بياكله كتير. بس هل السكر هو المشكله الوحيده او الشوكليت هي المشكله الوحيده او الشوكولاته في حد ذاتها، ولا المشكله بتاعه زياده الوزن اعمق من كده؟ طيب في استراتيجيات كتير قوي للدايت بقت منتشره وناس كتير اصلا بتعملها وشغاله عليها، سواء بقى ناس ماشيه باللي هو نظام الكالوريز، سواء ماشيه بنظام التقليل بقى التام، سواء ماشيه بنظام الكيتو، سواء ماشيه بانظمه مختلفه، كل دول ما فيهمش مشكله. الفكره الاساسيه انا قاعدتي كالاتي، انا مع ان انت ما تبقاش مضغوط نفسيا وعصبيا، خاصة لو انت اصلا معرض لزيادة وزن بشكل عام. يعني في ناس هي يعني طول عمرك انت قابلة للسمنة، في ناس اصلا رفيعة وفي ناس قابلة للسمنة. يعني انا مثلا من وانا عندي 15 سنة او اقل كمان 10 سنين وانا عارفة ان انا حد قابل للسمنة، فطول عمري مركزة في اكلي وشربي وهكذا. يمكن يكون ده الحمد لله اللي زبط معايا الدنيا. طبعا في اوقات كنت بزيد بس الحمد لله مش الزيادة الفادحة زي ساعة الحمل وهكذا، فعلا زدت. بس بشكل عام انا بحاول قدر الامكان ابقى within range. ازاي؟ وبرغم كده الحمد لله طول عمري باكل اللي انا عايزاه، طول عمري مستمتعه بالاكل ما عنديش مشكله خالص. طبعا في اوقات لا بلم نفسي شويه بس في الاغلب باكل وبخرج وهكذا. ازاي؟ طيب في شويه حاجات او قواعد عشان تستريحي، ليها علاقه بالاكل هتريحك جدا في موضوع الوزن وهكذا. اول حاجه ان احنا المفروض لو هنمشي على مدى بعيد، يعني زي سيستم ان انت عايزه تخسي وعارفه ان انت هتاخدي وقت كبير قوي وعايزه ان انت توصلي يبقى جسمك حلو، نكون فاهمين انه مش نظام وقتي هيبقى نظام حياه. فنكون متفاهمين حاجه من الاثنين، يا هتمشي على نظام زي مثلا نظام كيتو زي نظام اللي هو فيه شوكينج للجسم، ده انا مش ضده ومش معاه قوي، انا معاه لوقت، يعني مثلا تمشي عليه اسبوعين وبعدين تفصلي بنظام تاني وبعدين ترجعي له تاني، بس هو مش نظام حياه. يعني تكوني عارفه ان حتى اللي عاملين كيتو ان هو مش هينفع يبقى فوريفر،
كيتو مش فوريفر، هيبقى الوقت ولازم ترجعي نظام تاني تقليل، او اللي هو نظام اللو كارب، وبعدين ترجعي لو كارب اللي هو النظام القليل الكربوهيدرات اللي هو قليل النشويات، وترجعي اخر. انا شايفه انه الاوبتيمم او احسن نظام يخليكي طول عمرك في شكل لطيف ان انت تتعاملي مع نفسك ان جسمك ده ليه جرعه، جرعه من كل شيء. انا في يومي ليا جرعه من السكر، ليا جرعه من النشويات، ليا جرعه من البروتينز، او ليا جرعه من الدهون، والجرعه دي اوكي هي اللي مسموح لي بيها، على عكس اللي ما الناس فاهمة وعلى عكس ما الناس متخيلة. مش تقليل الاكل الرهيب هو اللي هيرفعك خالص، لانه ببساطة انت عمالة تقليلي الاكل خلاص جسمك هيعمل اللي هو الديفنسيف اكشن، ان هو ايه احنا الاكل عندنا قليل وكده شوية. حتى ده اللي بيحصل، الناس كتير بتعمل دايت وبعد كده خلاص ما بيجيبش معاه. بس الفكرة ان الانسان بياكل صح ويعني شوية زود بينوع في الاكل هو اللي اكتر بيتفاعل مع الجسم. بمعنى ان مثلا على سبيل المثال لو انا يومي مثلا ابتديت الصبح واحدة انا عايزة اكل شوكولاتة، خلاص اوكي انا عارفة ان انا النهاردة انا ليا قطعة كيك او باكل شوكولاتة، خلاص ده موضوع خلاص انا حطيتها. مش انت عايزة شوكولاتة؟ انا عايزة شوكولاتة. يبقى احنا عارفين ان الشوكولاتة دي هنختصر فيها السكر بتاع يومنا، وهنختصر فيها جزء من الدهون وجزء من نقول الكربوهيدرات تقيل شوية، زي مثلا قطعة كيك وعليها شوكولات وهكذا. طبعا بيتنوع، مش ما ينفعش حد عايز يخس مثلا 20 كيلو كده هقول له انت هتاخد اللي هي الشوكولاتة اللي جواها شوكولاتة سايحة وفيها ويب كريم وكده، بيختلف يعني. انا ممكن اكل حاجة زي كده طبعا مش بشكل يومي، بس مثلا يوم ويوم حاجة بالكبر ده لاني خلاص مثلا مثبتة اوكي. لكن حد تاني بيخس لا مش هتنفعه دي، هياخد مثلا ايه نص بار شوكولاته، هياخد نفس الطريقه الشوكولاته دي اللي هي عليها شوكولاته سايحه، بس هياخد نصها او ربعها، هيقسمها على كذا يوم. تاني حاجه ان انت مثلا انا في يومي ليا 4 معالق سكر او معلقتين، او نقول 4 يعني منطقيا يبقوا 4. وفي دايتس كتيره اللي هي الدايت بتاع تقليل الوزن اللي هي اصلا بيخسوا عليها جامد بيديك سكر. اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ ان الناس بتعمل كالاتي، بتاخد السكر في الشوكولاته، وبتاخده بتحط كمان سكر على الشاي، وبتحط سكر على مش عارفه النسكافيه الصبح، وتحط سكر مش عارفه فين، وتاكل قطعه مكرونه بشاميل ومحشي واتنين بانيه، وبالليل سندوتش مش عارفه شاورما، وتقول لك هو الشوكولاته بتتخن. طب ارد اقول ايه يا جماعه؟ هي دي النقطه، انت دلوقتي عندك يعني مخزون من الكربوهيدرات او مخزون من السكر المسموح لك والنشويات، قسميهم. انا شايفه ان الستات مع الضغط العصبي مع البنات وكده، انا شايفه ان الحلويات يعني ما ينفعش امنع ست بصراحه تاكلني، يعني الست لما كلتش شوكولاته او عملت الدايت اللي هو ما فيهوش حلويات خالص ده، انا شايفه انه فعلا مش طويل الامد، يعني الست ممكن تنهار فيه. انا مستحيل، انا قبل كده مشيت على نظام، واحده قالت لي رضوى امشي على نظام اللي هو انت مش هتاكلي حاجه، واكل بقى مش عارفه توستايا الصبح والكلام ده، وايه ومفيش بقى حلويات خالص بقى، وفري داي بعد 17 سنه. انا فعلا يومها قعدت احلم بسينابون كده بتلف، يعني تعبت نفسيا من اول يوم، ما يناسبنيش. انا عندي اديني مثلا قطعه الكيك بتاعتي او شوكولاته سينابون في اليوم، وباقي اليوم انا مستعده اتحول لك لارنب، اكل سلطه واكل فاكهه وبرتقان وكده. وهي دي النقطه، ان احنا خلاص انت عايزه سكر هنحسبه الكربوهيدراتس بقى، الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي انت بتاكليها في العادي، حضرتك رغيف في عيش رغيف رز كده بدليه. في ناس تقول لك اصل انا اشبع ازاي؟ اشبعي حضرتك بالسلطه، خيار، جزر، خس، اعملي ميكس بالحاجات دي، وقطعي عليهم شويه مثلا شريحه لحمه او شريحه فراخ تكون مثلا شويه، وقطعي عليها عندك طبق قد كده هيشبعك ان شاء الله. المكسرات يا جماعه، المكسرات غير المملحه، لو خدتي لك حبه قد ايدك في اليوم بيشبعوا. الدهون الكويسه، الزبده الطبيعيه، لو خدتي لك قطعه في اليوم مش هي دي اللي هتخليكي تضربي، اللي فعلا فعلا مدمر الكميه الكبيره من النشويات مع الكميه الكبيره من السكر في الشاي اللي غير ما يعني انت مش مدركاه، انت ممكن على مستوى اليوم تاخدي لك بتاع 10 معالق سكر، وطبعا كميه النشويات الكتير المخلوطه بقى، كميه الدهون المخلوطه بنشويات، او طبعا واكثر شيء الصودا، الحلويات اللي هي البروسيسد اللي هي المعاد تصنيعها، زي بقى مثلا شيبسيات، بسكوتات، حاجات كده اللي هي كلها يعني مع كامل احترامي شويه بتبقى جوده قليله رخيصه في السعر، وهي بتاكل اي حاجه وخلاص عشان تشبع. المبدا ده مدمر. استمتعي بالاكل، انا عندي كل حته الشوكولاته دي او كل الكيكه دي، وباقي الاكل تاكلي في تفاحه وسلطه، وهاكل مثلا توست بالليل ومع يعني باقي يومك دايت. السكر اللي كان مسموح لك في الدايت
في العادي كنت بتحطيه على الشاي او القهوه او النسكافيه، خديه في الكيكه او حطيه في الكيكه، خدي بداله الكيك واخصمي من النشويات بتاعتك، وخدي ودايما تعودي تاكلي الشوكليت والكيكس بتاعتك وكده بروقان، خدي ساعه، انا عايزاكي تقعدي تاكلي في الشوكولاته ساعه كده، ساعه تاكليها، وخدي معاها مثلا كوفي بدون سكر او شاي اخضر بدون سكر، وهتتعودي هتستمتعي بمذاق المر مع المسكر، هو ده المزاج. امال ازاي الفرنسيين طول الوقت يقول لك كرواسون باندون باندون؟ امال هما بياكلوا الحاجات دي ازاي ورفيعين؟ الناس كلها، اغلب الناس على فكره المشاهير وكل الناس بتبسط بالاكل، بس اللي بياكل من الضغط والجوع يعني هو جعان عايز ياكل حاجه كتير تشبع بطنه ده ده ده، فعلا النوعيه دي بتزيد جدا في الوزن وهي مش مستمتعه. لكن صدقوني الشخص اللي بياكل بمزاج وبالراحه وبينتقي الاكل، صعبي على نفسك الاكل، اللي هو انا لازم اكل حاجه تكون حلوه، انا لازم اكلها بمزاج، اخري الاكل، الكيكه هاكلها بالليل بالليل لما الاطفال تنام وابقى قاعده رايقه، كافئي نفسك. يعني ممكن تتعاملي الشوكولاته دي بعد يوم من الصبر تاكلي حته شوكولاته انت حاسباها، فاهماني؟ تاكلي حته كيكه انت حاسباها بعد يوم مثلا، وهكذا. الضغط العصبي ان كل حاجه ممنوعه، كل حاجه ممنوعه، وتوست يعني اكل مملح وحش واكل مسكر وحش وكده، وفي الاخر يا عيني حاطه معلقتين السكر في الشاي، يعني نكت فظيع. ده وجهه نظري، صدقوني ده الشكل اللي ممكن على المدى البعيد تبقي مبسوطه. انا يعني ده اغلب حياتي ومش متضايقه، على سبيل المثال حاجه ملهاش دعوه بالدايت ده، بس على سبيل المثال البيتزا، انا واحده من الناس ممكن اكل مثلا كل يوم سلايس واحده بيتزا في الفطار مثلا او في العشاء واحده، اوكي، ومعاها مش عارفه شاي وكوبايه ولو جوعت بعدها باخد طبق سلطه مثلا، وفي الغدا مثلا لا مفيش بقى كربوهيدرات، ليه اكلت البيتزا دي؟ انا مثلا ممكن اكون مش عايزه اخس اخر اخس نص كيلو في اسبوع خلاص، او مثبته. انت حالتك مختلفة، فممكن ما يكونش ينفع ده مثلا، يمكن ينفع يوم ويوم او كل 3 ايام، يعني يوم مثلا سلايس البيتزا دي ويوم تاني هتحطي الكيكة. المهم ان الحاجات في ذاتها مش غلط، كميتها هي اللي غلط، وجودها كلها مع بعض غلط، وجود اكل اصلا ملوش لا لازمة من الناحية الصحية ولا من الناحية طعمه حلو وبتاكليه عشان تشبعي او عشان املى بطني او هو ده اللي بيتخن. الناس بتاكل من الستريس، بتاكل عشان تاكل بسرعه، بتاكل وهي مضغوطه، بتاكل عشان بنتغدى، نقعد ناكل كلنا مع بعض ونتكلم، عادات بقى كتير. طبعا تفاصيل الكلام ده محتاجه حلقات وحلقات، وازاي ترجعي تظبطي جسمك، ازاي تشدي اجزاء معينه في الجسم، ازاي نحاول مثلا نلعب رياضه في البيت، كل ده انا مهتمه جدا بيه، مهتمه ان كل ست تبقى حلوه سواء بعد البيبي قبل البيبي بشكل عام على المدى البعيد، مش بس اثناء مرحله عايزه اجتاز الموضوع اخش اتجوز وهكذا وخلاص وبعد كده هدخل. فلو انت مهتمه بمبدا وحابه تتابعي معانا يلا اعملي سبسكرايب وتشوفي ان شاء الله الحلقات الجايه، واعملوا لايك الفيديو وانشروه مع اصحابكم، ده فعلا هيفرق معايا، واشوفكم على خير في حلقه جديده مع رضوى. باي باي.